يعطيكم العافية، معكم مهدي جابر من قناة برو فيشنج، تعلم طرق الصيد. اليوم حلقتنا بتحكي عن القرايدس، تطعيم القرايدس، تقطيع القرايدس، كيف نتلجه، كيف بعدين بس ما نصيد ناخذهم دغري من التلاجة وننزل فيهم على البحر. قبل ما نبلش في خطوة كثير مهمة، اللي مرته ما بتقبل انه يقطع بالبيت، ممكن كرمال بيزفر بيعمل ريحة، او امه، شغلة طبيعية ومنها غلط ابدا انه واحد يظهر برات البيت ويقطع، ولازم نعاون بعضنا بهالموضوع. بس ما تعملوا مثلي انا قطعت بالشمس. قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب للصفحه، واللي مش مشترك هيدي فرصه انه يشترك بالقناه. وخلونا نبلش. عندنا هون القرايدس. القرايدس نحن بدنا ننطفه ونهيره ونحطه بعلب للصيد، كرمال نحطه بالتلاجة بس ما نروح نتصيد، بنسحب ونكون مهيرين ومقطعين وجاهزين، بكلش معنا كتير وقت ونضيع وقتنا فيه. طيب نحن حنشيل الاجر، شلنا الراس، بنشيل الجرين هيدول بهذا الشكل، فبتصير جاهزة انها تتقشر. بنقشر ومنسحب الدال سحب بهذا الشكل، ما بعرف التصوير كيف عم بيكون اليوم، فبصير عنا هذا الشكل. نحن خلينا نحن نخلص اول شيء، نقشر كل الكمية اللي عنا، وهيدول ما ناش نكبون يا جماعة، هيدول لهم استعمال، استعمالهم كتير مهم. هلا صح انا بالشمس وبحب الشمس يعني، بس بيمروا 10 دقايق ربع ساعة بيمروا، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. يا جماعة الشمس، الشمس إلها متعة خاصة الشغل فيها، يعني اللي مرته بتقبلش فيكن أو أمه عادي، أنا بنصحكن تنزلوا على الشمس، يعني تنبسطوا كتير بالشمس. شو بها الشمس يعني، منا نتعاون والله. الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. وإذا مرتي بتحبش هيدز بالبيت، أصلا أنا بحبش أشتغل بالبيت، شغل البيت مش مريح، الشغل برا أحلى. يا راجل كبر مخك. وبهيك يا جماعة نكون خلصنا القشور لحال والقرايدس لحال. هلا القشور هو لهم شغل، هلا مش حفيني اعمل فيديو عنهم لاني برات البيت، وان شاء الله بنعمل واسطه مع زوجتي لحتى نقدر نعملهم بالبيت ونصور لكم اياها. باشا 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 باشا. اما بالنسبه لهدول نحن اليوم حنقصهم ونهيرهم، نحطهم باثنين تبروي او علبتين ونحطهم بالثلاجه بس ما نصيد، ناخذ كمية اللي بدنا اياها منهم وبننزل على الصيد. طيب خلونا نشيل هيدول ونحطهم بقلب كيس وبناخذهم معنا على البيت، نحطهم بالتلاجة او دغري بنعجنهم ونحطهم بالتلاجة العجينة بس ما ننزل على المي، بنكون عملنا عجينة كتير قوية وفعالة وجذابة لكل أنواع السمك. وإذا مناش نتصيد فيها فينا نجيب كمية صغيرة منها نشلقها مطرح مع ما نحط طعومة طاولتنا نشلق السنارة. طيب بالنسبة للقرايدس، أي أفضل طريقة لنقصه؟ أول شيء من النص، في عنا هون هيدا الخط، هيدا الرملة اللي هون طاوله، نمشي معاه يعني منقص هيك بهذا الشكل، فنحن بهالشكل بنكون فتحناه من النص. ليش عملنا هيك؟ ليش اشتغلنا من النص؟ فإذا صار عندنا شقفة بهذا الشكل، هلا هيدي الشقفة بنصير نقصقص منها مقدار سنتي بهذا الشكل، واحد
2 وهي 3. هلا اذا عم نشتغل بسنانير اصغر نفس اللي قصيناها هون نرجع منزغرها بهذا الشكل، منقصها بالنص ومنعود هاي منقصها بالنص. اذا عم نشتغل على سنانير 10 12 هيك شيء. فاذا ليش نحن قصينا بالنص؟ لنقلكن ليه. لان نحن اذا جبنا حبه الاريدس وقصيناها هيك مثل ما غيرنا عم بيقص، فاصبح عندنا من هون قويه ومن هون مطرح الخط ضعيفي. شوفوا بهذا الشكل، شفتوها بهذا الشكل. فلما تحطوها بالصنارة نحن وعم نشلق بتفلت. اما احنا اذا قصينا بالنص المنطقة الضعيفة خلصنا منها. فاذا ما نقصص هيدول مثل ما قلنا من النص، خلينا نمشي بعد وحدة نعمل بعد واحد ومنخلص الفيديو تعولنا لليوم. ان شاء الله كله بيستفيد، وهي انسب طريقة لنقص الاريدس واقويها بالصنارة بهذا الشكل. يرجع هاي من قصة 2. هلا هي بتصير تقدير، انتو بتعرفوا حالكم شو عم تصيدوا، على التقدير بتصيروا تقصقصوا حبة الاريدس. هلا بالنسبة للحبة الكبيرة، اذا انا بدي اتصيد حبة اريدس كبيرة، بدي طعم كبير، فاذا لما بقص بالنص فيني استعمل هذا كله وفيني قصه بس بالنص لهيدا بهذا الشكل، بصير عني الطعمان هيك. او اذا كانت عريضة بقصها من هون. فاذا كان معكم مهدي جابر من قناة برو فيشنج تعلم طرق الصيد. ان شاء الله تكون هالطريقة فادتكم، استفدتوا منها. هيدول الاريتسات هيدول بيطلعوا تقريبا 700 جرام، هول بيصفى منهم، هودي اللي بيصفى منهم. خبرونا شو بيصير معكم، جربوها بالبيت، واي شيء ما بتقدروا تعرفوه بالصيد او حابين تستفسروا عنه انا جاهز رد على الكومنتات. شكر خاص للمتابعين، واللي مش مشترك بالقناة هذه فرصة انه يشترك. خلونا نقوي هذه القناة. كان معكم مهدي جابر من قناة برو فيشنج تعلم طرق الصيد.